بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، سنطبق الآن استراتيجية صوت القروان مع قراءة الآيات من الآية الأولى حتى الآية العاشرة من سورة الفجر، وسنبدأ بأسامة النهدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها بالبلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. بارك الله فيك، أحسنت. عبد الإله، تفضل يا عبد الإله، افتح الكاميرا وتفضل. بسم الله أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر اجلس يا ركان. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. بارك الله فيك، رائع يا شيخ عبد الإله، رائع. ركان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. جزاك الله خيرا يا بطل، ممتاز. منصور، لا أحد يفتح المايك يا عبد العزيز بدون إذن، تفضل يا منصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمير فاتح المايك. لا، ما هو فاتح. تفضل يا منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. سكر يا أمير، سكر يا أمير. تفضل يا منصور. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. أستاذ لحظة، كنت بأي آية؟ ماشي، هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالفرعون ذي الأوتاد. جزاك الله خيرا يا شيخ منصور. محمد عائد الشهراني. أستاذ أي منصور؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من البداية، من أول آية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي عشر والشفع والوتر. لا مالك يا شيخ محمد، رتل كده ها. والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم الذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أحمد الزهراني، تفضل يا أحمد. نعم أستاذ. يلا يا أحمد تسمع اللي بقول له، تفضل يدخل على طول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي عشر والشفع والوتر. والوتر 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 والوتر. والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إلى النبات لذي محمد. اقفل يا محمد يا صلاة. اقفل يا عبد العزيز. كمل يا احمد. الى مزات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد. جزاك الله خير عبد العزيز. تفضل يا عبد العزيز. أستاذ أنا عبد الرحمن ناصر العراقي. هتقرأ يا عبد الرحمن بعد قليل، انتظر يا بطل حتى تسمع جيدا. تفضل يا عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم تخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. بارك الله فيك يا عبد العزيز. عيسى، تفضل يا عيسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم الذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بذي الأوتاد. بارك الله فيك يا شيخ عيسى. سعد، يا سعد. نعم أستاذ. يلا سمعني صوتك الكروان. يلا أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد،
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. بارك الله فيك، ممتاز. عبد الله. نعم. تفضل يا شيخ عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمع يا حبيب، اسمع بعده، اسمع يا ابني. والفجر وليال العشر. وليال 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 عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. خالد القرعاوي، رتل يا خالد، لا تتعجل، تفضل يا شيخ خالد. هيا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف